يعني ممكن العلاج بس يوسف كده كده احنا بنضيع الوقت في ارد بس ارد لا. اول حاجه الجدول العام كان بيصرف العلاج واستاذ منطوي واستاذ يوسف يعلموا ذلك لان انا بقى لي 13 سنه في النقاب وموجود في المحاماه فكان الجدول العام بيصرف العلاج اللي استجد الفتره دي ان النقيب بامر مباشر منه دون الرجوع الى نص خاص يقيد عام عمرو انت كل ما تروح مكان تعمل هيصه لا لا, لا انا شايفك قريب في المؤتمر يعرضوا لنا يا جماعه والنبي على الشاشه الاستاذ عمرو برضو هو عامل فيها زعيم واهو ده شكل يقدمه محامي يمسك ورق ويجري كده على ليه بتعمل كده الحق اقول لحضرتك الحق يخليك انك انت ايه مشروع انت كنت تقصد ايه من الكلام ده ايه مشروع الالف قائد قانوني ايه مشروع ده كنت رايح لهم ده عشان اصوات انتخابات هو ده الانتخابات هي دي متجرب الشباب هو ده هو المشهد الواقعي ايه رايك في اللي بيقوله استاذ عمرو دي متجرب الشباب يرد والله هو عمل انا شايفه ان هو عمل قانوني اي حاجه بتفيد المحامي انا دلوقتي بص المحامين مش اغبياء يا عمرو المحامين مش اغبياء المحامين اذكى ناس في الدنيا طب ايه الميت قانوني المحامي يهمه الخدمه اللي توصل ايه الخدمه اللي قدمتها من هنا في خدمه في مواد علميه في دورات تدريبيه في دوره تدريبيه حصل عليها المحامي لو واحد بس استفاد لو واحد استفاد اتكلف كام وشلت اسم ده نقابتك برضو انت بترجع لمشكله في نقابه فرديه احنا اربعه محامين بنوصل صوره للمشاهد العادي ان احنا ناس احنا هنعمل ايه في المحكمه لما نتخانق في البرنامج دكتور سيب الراجل لا دي برضو مشكله نقابه جنوب هنرجع برضو نفس الازمه ان مشكله فرديه مع الاستاذ عمرو في مجلس نقابته بيقول لي انت دلوقتي عملت ايه للكيان دوت الكيان دوت يا استاذ عمرو مجلس نقابه جنوب عمل مشروع الالف قائد انت في عندك بيت وكيان نقابي انت بتقعد فيه وبتحضر جلساته وبتحضر كل الاجتماعات بتاعت المجلس اولا ده تحت رعايه كل من بالنطاق النقابي عليه بادجي وعلامه نقابه العظيمه نقابه العامه نقيب عام نقيب العام اي حاجه كل الكيانات تبع النقابه العامه كمل يا دكتور اقل من فكرتي وعليها نقابه الفرعيه وعليها 100 سمبوسر للدعايه 100 لوجو ايه ده طب انا استفدت ايه من 100 قائد ال1000 شاب اللي جم وشلت اسم انا قلت لو شاب واحد استفاد ايه متدرب استفاد ايه ده ايه انت عملت ده مؤتمر ده مؤتمر لحظه بقى مؤتمر عرضت فيه اسامي الناس اللي موجوده طيب. ما فهمناش ايه رايكم ايه رايكم المحامي لا اكمل بس انا معايا ضيف رابع برضو خلينا نسمع رايه ما هو شاب برضو انت ادم شويه بس هقول لحضرتك حاجه عشان برضو فكره ده كان في المؤتمر هشوفها منك ده بفلوس للشباب النهارده ثوراجي الاستاذ النهارده 100 قائد 100 قائد يعني ايه المحامي بيتم تاهيله من خلال دورات من خلال نقابته مش من خلال مؤتمر احنا لما جينا ثواني بس